عن لعبة مومو ومدى ضررها على أطفالنا، وعشان كده نزلنا الشارع عشان نعرف الناس تعرف حاجة فعلا عن اللعبة دي وخطورتها على أطفالنا ولا لأ. ماما طمنك هاي ماما 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 طمنك هاي. تعرف ايه عن لعبة مومو؟ والله اللي انا اعرفه ان هي لعبة بتخلي الناس تأذي نفسهم وبتاع، وفي الاخر بتقدر الانتحار درجات وبتاع، يعني هي بالتدريج، يعني هي مراحل من اذية النفس وبتاع، في الاخر بتخلي الشخص يتعب نفسيا لدرجة ان هو بيفكر ينتحر. انا نزلت اللعبة ومسحتها، يعني مش مستاهلة، نزلتها تقريبا ساعة او ساعتين ومسحتها على طول. ايوه سمعت عنها وعرفت ان هي لعبة خطيرة جدا وتقريبا الازهر نهى عنها، وطبعا بننصح كل الاباء والامهات ان هم يبعدوا ابنائهم عن اللعبه دي، لان لعبه خطيره جدا وبتسبب انتحار الاولاد وبتسبب في ضياع مجتمع كامل. طبعا والله هي لعبه يا مضره زي نفس لعبه الحوت الازرق كده، بس هي مضره بالاطفال، ومفروض يعني اللعبه دي يعني ما تكونش في مصر، يعني لعبه مش مرغوب فيها ابدا، وما يصحش ننساق وراء اي لعبه كده عشوائي. لازم الاهل او الناس توجه علشان كل طفل يعرف هو بيعمل ايه وبيلعب ازاي وبيعمل ايه. اللعبه ديت بيتواصلوا معاها على الواتساب وكده، ولو حد بعت لها بتعمل له بتبعت له تحديات خطيره زي الانتحار مثلا وكده. طب احنا ازاي نحمي اطفالنا يا فندم من الالعاب اللي زي دي؟ لازم يبقى في مراقبه من الاب والام وبرده من المدرسه. يعني كده احنا بندمر جيل صغير عصبيه في الاطفال. في اللي بيرمي نفسه من البلكونه، مش ممكن نقف نتفرج عليهم كده. اي ام لو هتحمي ولادها بقى، يعني تمنع بقى وجود النت في البيت، تمنع الموبايلات اللي هي الاندرويد دي، يعني ما تنزل لهمش اللعبه اصلا. تعرفي حاجه عن لعبه اسمها مومو؟ عمرك ما سمعتي عنها؟ ولا اصحابك في المدرسه مثلا قالوا لك ده في لعبه جديده نزلت عايزين نلعبها؟ They want a surprise. Look in her eyes. I won't lie. You're gonna die. Mama, mama, mama's gonna kill you.